أهلا بكم. افتتحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط ووزيرة التنمية المحلية منال عوض ووزير العدل المستشار عدنان فنجري ومحافظ القاهرة صابر إبراهيم افتتحوا مركز خدمات مصر بمنطقة المقطم، وتفقد الوزراء المركز ومكاتب خدمات المواطنين، كما أطلقوا الموقع الإلكتروني التعريفي لمراكز خدمات مصر. ويعد المركز نقلة نوعية في تجربة الخدمات الحكومية باستخدام التحول الرقمي. وقالت المشاط إن مشروع خدمات مصر يعد أول مركز نموذجي يقدم أكثر من 150 خدمة حكومية متنوعة، وتشمل تلك الخدمات كل من التوثيق والشهر العقاري وخدمة إصدار الشهادات المميكنة وتجديد بطاقة رقم القومي والقيد الفردي والعائلي. اجتمع وزير الكهرباء محمود عصمت بالسيد سامي صو رئيس شركة الصينية لمنطقة شمال إفريقيا ومصر التي تقود التحالف القائم على تنفيذ الخط الهوائي بمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي. خلال الاجتماع أكد وزير الكهرباء على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروع وربطه على الشبكة الموحدة للكهرباء في مصر والسعودية مطلع الصيف المقبل. ألقى وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق كلمته خلال فعاليات اليوم الأول بالمنتدى الإقليمي حول تسريع تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية المقام بالعاصمة الأردنية عمان. ركزت كلمة وزير التموين خلال الجلسة الأولى بالمنتدى على نجاح التجربة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي عن طريق تبني الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة سياسات تضمن تحقيق الأمن الغذائي المستدام. أكد وزير الزراعة علاء فاروق خلال لقائه نظيره السوري فايز المقداد أن التعاون الزراعي بين مصر وسوريا يمثل محورا هاما لتعزيز الأمن الغذائي بالمنطقة العربية. من ناحية أخرى وخلال لقائه بنظيره البحريني وائل المبارك على هامش المنتدى الإقليمي لتسريع تحول أنظمة الغذاء في المنطقة العربية بالعاصمة الأردنية عمان أكد وزير الزراعة المصري أن تكثيف سبل التعاون الزراعي المشترك يعد فرصة واعدة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة. وقد بحث الجانبان المصري والبحريني في اللقاء التعاون في تطوير المشروعات الزراعية المستدامة التي تستهدف الحفاظ على البيئة وتحسين الإنتاجية الزراعية فضلا عن تعزيز حركة التبادل التجاري للسلع والمنتجات الزراعية وزيادة حجم التبادل التجاري في المنتجات الزراعية. شهد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية شهد مراسم توقيع عقد مشروع لإنتاج البوليوريثان بالمنطقة الصناعية بالسخنة على مساحة 5000 متر مربع باستثمارات أولية بقيمة 100 مليون جنيه. وأكد الوزير وفي هذا السياق أكد جمال الدين أن تنوع الحوافز داخل المنطقة الاقتصادية والإعفاءات الخاصة بالسلع التي يتم تصديرها والمواقع الاستراتيجية والتكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية يقدم بيئة مواتية للاستثمار، خاصة وأن الشركة تستهدف الوصول لأسواق الدول الإفريقية ودول جنوب أوروبا. في أسواق البترول العالمية استقرت أسعار النفط عند أدنى مستوياتها في أكثر من شهر مع زيادة إمدادات مجموعة أوبك بلس من الخام وسط توقعات بانخفاض مخزونات الوقود في الولايات المتحدة. على صعيد التداولات زادت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 1.43% لتبلغ 68 دولار و17 سنتا للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.45% ليبلغ 72 دولار و15 سنتا للبرميل، وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.42% لتبلغ دولارين و17 سنتا للتر. في المقابل تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.17% لتبلغ دولارين و79 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
كشفت ثلاثة مصادر من أوبك بلس عن أن التحالف قد يؤجل زيادة مقررة في إنتاج النفط يفترض أن تدخل حيز التنفيذ في ديسمبر القادم لمدة شهر أو أكثر، مشيرين لمخاوف بشأن ضعف الطلب على النفط وزيادة المعروض. كان من المقرر أن تأتي الزيادة المخطط لها بواقع 180 ألف برميل يوميا في ديسمبر المقبل من الدول الأعضاء الثمانية في أوبك بلس التي تنفذ أحدث سلسلة من تخفيضات الإنتاج للمجموعة بعد تأجيلها بالفعل من أكتوبر الماضي في ظل انخفاض الأسعار.